نعرفها. قلت له انا قلت له سقسيها، بالك دير فينا بليزير، تجي لهنا البوسنا وتدينا نورمال. قال لي كاين كيفها؟ قلت له كاين كيفها، قلت له تديك تدخل كرواتيا. ويا كيما فهمته في الحكايه كلش. السلام عليكم، ان شاء الله راكم مليح، ان شاء الله راكم بخير. بون الاولاد راح نكونوا خاوت في استوار تاعنا مع خونا مينو والطريق تاعو اللي ضربها للطليان، وبرب ان شاء الله خاوتي اليوم نكملوا الحكايه تاعو من مونتينيغرو، من اخر نقطه اللي وصلنا فيها وكيفاه الدخله تاعهم كانت المونتينيغرو. خونا مينو دخل نورمال، صحيح دخل بصفقه، ضربوه بصفقه دخل المونتينيغرو. ليسونسيال خاوتي ان شاء الله خليكم مع مينو دلوقتي يحكي لنا الاستوار كيفاه، وعلى بالي الاستوار مشوقه. الاولاد ما تنساوش ديما كتبوا اللايفات هذا مع خاوتي، لايك وكومنتير، واعطيو لنا خاوتي كيما نقولوا تعليقات، اعطيو لنا رايكم خاوتي على الاستوار تاع مينو هذه. تشكر على ربي يا مينو اخويا، احكي لنا الحكايه تاعك اخويا كيف وصلتي طليان. على كل حال دخلنا مونتينيغرو، هو دخل بصفعة وانا دخلت نجري، فاتني على كل حال باسكو الصفعة عندها القوة تاعها صعيبة على الفيتاس. ولا كل حال دخل قبلي. المهم دخلنا ورحنا للكامب 10 تاع الصباح، لقينا دوك الجوج مغاربة قبل تلاقينا بيهم، بعد رحنا كيف كيف كانت تلفت لهم، وصلنا بسمونا بالحموم باسكو ما عندهمش ماشينة وكاع، بصمك بلا كريس تاع طونوبيل، كحل يديك بلا كريس وحطهم لك فوق واحد البلاصه وتولي باصم، هذه هي البصمه تاع مونتينيغرو. تريح حتى ل 12 وقيله ليل وحده، تجي طونوبيل من الحداده تديك البودغوريتسيا. بودغوريتسيا كاين كامب واحد اخر من زهرنا، حنا داونا الكامب هذاك تاع لي فامي بيان، كامب شباب داونا ثم عطاونا شومبرا كذا، قعدنا ماكله، صبنا بلي الماكله مليحه وكلش كاين فيها الخير. مونتينيغرو قعدنا 8 ايام فيها، قاعدين كالين شربوا كذا. بعد كنت شوف، كنت انا وصاحبي سطايفي وتلاقيت بزوج مغاربه نعرفهم كانوا كونتاكت معايا في فيسبوك، وكان كاين واحد مغربي واحد اخر، خمسه، وهذوك الزوج اللي جاوا معايا ولينا سبعه. الزوج اللي تلاقيت بهم راكدين ما يعرفوش الكامب راحوا على سربيا، في ذاك زادوا يومين ولا راحوا لسربيا، ضربوا هنغاريا النمسا. وحنا بقينا شوف، انا وسطايفي والمغربي مع المغربي، كان كاين محمد والسعيد وكان كاين ايوب، خمسه. ضربنا رحلة كيف كيف للبوسنة بعد 8 ايام، رحنا للعاصمة، كنا في الكامب، تخرج تشد كار بواحد اورو حطك عند واحد لاغار تاع التراه بودغوريتسا، تقطع نيسكي واحد الفيرا سمو نيسكي بواحد اورو ثاني في التراه، من بعد تشد الكار. احنا وصلنا في الليل كان ما كانش الكار، قلنا نضربوها على رجلينا، بزاف 60 كيلو يا خويا ضرب على رجليك باش عليها تلحق الحدادة تاع البوسنة. ولو كان تشوف الكار هذاك هذه من مونتينيغرو، هذه بتروح من مونتينيغرو لاخر الحدود تاع البوسنه هكا. لا، من نيسكي الحدود تاع البوسنه، من مونتينيغرو، نيسكي تابع لمونتينيغرو، ماشي من العاصمه بودغوريتسا، رحنا منها بواحد اورو نيسكي قريبه ب 60 كيلو على الحداده، وكاين فيلاج اسمه فيلوزي قريب على الحداده ب 10 كيلو. تسمى كنا احنا ناويين دايرين بروجرام نقطعوا الفيلو للنيسكي ومن نيسكي نشدوا الكار الفيلوزي. لقينا الليل ما كانش كيران، دخلنا سوبر ماركت قضينا ساكودو تاع الماكله وصوالحنا، وخرجنا الكيران نغلقوا فيرمي، حقنا مع جوي 7 تاع الليل، قلنا نشدوها مش انا كورتهم، قلت لهم حنا جايين 400 كيلو 60 كيلو ما نمشوهاش، هاي نمشوها ومعليش ندخلوا غدوه ولا غير غدوه كيف كيف. انا نمشو، جا الطاكسي حبس لنا في الطريق، قالنا يودي نديكم بروبليم بوليس، قالنا نديكم الفيلوزي هذا شحال، قالنا نديكم 30 اورو الواحد. قلت لهم انا اصلا كانت عندي 10 اورو في جيبي وهما كان عندهم، بصح انا قلت لهم انا ما نروحش ب 30 اورو، كي تكون عندي ما نروحش، كملها 60 كيلو وحنا انا نمشي، هو يتبع فينا صامت، هذاك الصامت صامت بزاف، بعد يقولنا لا بوليس كاين لقدام وانا نفوتكم يا ودي صامت. قلنا له عندنا توك 10 10 10 اورو الواحد تدينا، قربنا الفيلوزي ما تحطناش في فيلوزي، قالنا اوكي المهم ليسونسيال يدي 40 اورو ويقربك، يا لو كان ب 10 كيلو قبل. ركبنا حطنا 10 كيلو قبل الفيلاج هذا، 50 كيلو سمعنا حالينا، مشينا ديك ال 10 كيلو زدنا ضربنا 30 كيلو دخل بوسنا ورقدنا اسمه 40 كيلو. وبعد لقينا النار، يامات النار في الجزائر كانت كاينه النار ثاني في البوسنه وغابه تاع النار، رقدنا صبحنا 12 في ريحه النار، وبعد قلع الدخان الغمه، المهم ما تنجمش تنفس. قلت لهم خاوتي نمشوا النار الغمه ما تنجمش تنفس. مشينا في النهار، جا واحد البوسني جا جايز بالكلب تاعو، قالنا بروبليم، قالنا بالك وشوفكم لابوليس، بدا يخشم البوسنين يوريلك. قلنا له ايا اوكي، زدنا مشينا شويه حتى نلقاو واحد البوسني جاي يجري، شافنا من بعيد، من بعد جاي يجري لعندنا
ومن بعد طبعنا لواحد البلاصه خبانا فيها، قلنا تخبى خبى خباونا، طلعنا لواحد البلاصه غير ثم وخبانا، عاود تهبط جا راح يمشي، قلنا ما تحركوش. حتى شفنا بوليس جايزين، جازوا بالطونوبيل سي دوريه، جايزين بالطونوبيل فاتوا، ومن بعد عاود جا لينا ذاك البوس ندانا، كنا دخل واحد الكوري، عنده واحد الكوري، قلنا ريحوا هنا وفي الليل نمشوا، طعنا الوقت اللي نمشوا ما فيه يعرفكم لا والو، ما ما يعرفكم ولا يعرفوك، عاكم. ما يعرفكش. بوسني، شوف بوسنيا الله يعمرها دار، ما كاش الشعب كيما هو. خبانا وعلى كل حال، من بعد في الليل مشينا، بدا يمشي قبلنا ورانا وين ندور، هي عندك الفيلاج الاول اللي صامت كاين لا بوليس، من بعد فوتوا صاحي ما متلاقى بهم ما يرجعوك ما والو. فتنا الفيلاج هذاك هو فوتنا عليه، ويمشي وحنا موراه، يمشي طب خرجنا من واحد الزنايق ما فيهمش لا بوليس، ما قالنا منا وروح ماكش اللي يهدر معاكم. حكمنا الطريق وبدينا نمشي قودرون قودرون قودرون، هذه نهار الدوزيام، نهار الدوزيام اللي كنا بتنا هذيك الليله. ومن بعد الصباح بدينا نمشي في الليله هذيك، بدينا نمشي من بعد قلعه الشتاء، الشتاء طيح، حقنا لواحد القريه صغيره فيها ديور، بدينا نروح ونطلعوا من التواقي، لقينا واحد الدار ما فيهش عارف فيها الضو، فتحنا الطريق انا وواحد طرطقناها ودخلنا لداخل، ما كان حتى واحد، كان حتى واحد خويا لاباس. دخلنا رقدنا لداخل هذيك الدار، كذا فيها الشوفاج، عندنا الشوفاج فورنو وكلش، سيد حاطين تصويرته عند الباب، البوسنيين كيموت لهم واحد يغلقوا يفرميوا الباب يشمعوه ويحطوا تصويرته واسمه ولقبه، وانا قاعدين في الفوتيات ونغزروا فيه الله يرحمك، نديروا لك الله يرحمك. يا ودي يقول لك، المهم جوزنا ديك الليله، ثم اصبح خرجنا تكلنا على ربي، كملنا مشينا، كاين واحد الفيروس لازم توصل ليه، واش مستولاك توصل تقطع من نور سراييفو يقطعوا لك نورمال. انا نمشو نمشو نمشو، بعد عييت انايا، مشينا من الصباح من 8، بينا نمشو من 8 تاع الصباح ل 8 تاع غدو، من ذاك سما تمشي في النهار والليل. ديك لهم خاوتي عييت الروبوزي، ثم الروبوزي ومن بعد نكملو، والمغاربه يمشوا مغاربه في الطريق محراثين، قال لك لا لا ما نروبوزيوش نكملو. قلت له نقول لك حاجه، انا كنت شاد الماس، قلت له نقول لك حاجه، قال لي ايه، قلت له انا رجلي تفارات صح، قلت له حنكمل معاك مشيه تاع رجال، قلت له ما كاش واحد فيكم يقول لي نحبسوا نرقدوا ولا نروبوزيو، قلت له نكملوا حتى لسطولاك، قال لي ايا اوكي. والاخر المغربي الاخر ايوب قال لي لا لا ما ديرش عليه، قال لي ودير روبوزيو ما ديرش عليه، قال لي روبوزيو وكذا وريح وكول وحنا ثاني روبوزيو ونروحوا. قلت له والله ماني، قلت له انا، هو قال لي ما زعمك شو طايح يمشي طايح هكذا، قلت له والله ما نحبس له كملنا معاه روح. اني مكمل 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 مكملنا، مشينا وقال له قلت الربعة تاع الصباح، بقات لنا هذيك 10 كيلو الفيلاج وعيا، قال لي اسمع، قال لي ما ريحوا شويه، هو قال لي ريحوا قبل ما يكمل تاع ريحوا شويه، قلت له ريحوا في سطولك، ابقى 10 كيلو ريحوا في سطولك، قال لي لا لا ما فهمتنيش، قال لي ريحوا شويه نقي وروحنا نغسلوا، قال لي شوف هناك الجامعة قريب، هو حاب يروبوزي، قال لي نغسلوا باش ندخلوا فيلاج كبير، لا لا قلت له هذا الفيلاج ما يرجعوش منه لا بوليس، نعرفونا جزت عليه من قبل ما تخافش اروح، ما يشوفونا لا بوليس ماكش ليه هضر معاه. قلت له كاين جامع في سطولة كنباتو فيه، هو 6 تاع الصباح نقطعو ترقد على زوج سوايع ولا ونقطعو الصباح، يا الربعة نلحقو الخمسة ترقد ساعة ومن بعد نقطعو. ها هو قال لي ما نكذبش عليك انا الريح، قال لي عطيني النقطة وينكم رايحين، وما 10 كيلو نضربها، ما قال لي عييت اتفارق باسكو على ولي نمشي بهذيك المشية تاع اخصب ونخصب. من بعد ريحت معاه قلت له شد باللي ماشي مليحة، قلت له هاك تعييت انا اللي ريحت معاه، قلت له انا قبيلة رجلي تفارت ما حبيتش، قعدنا قصرنا شويه ومن بعد مشينا كملنا، دخلنا الفيلاج كبير يا جد كبير قد الدنيا، السجر تاع الكرموس معلقين فيهم، النحو التفاح، النحو في التفاح، النحو في العنب، حقنا لواحد الجامع ثم دخلنا ليه ما يصلوش فيه تاع سطولات، دخلنا وقعدنا دوزيام ايطاج، رقدنا لحقت الستة، نزلنا رحنا المول الكار، هدرت معاه قلت له يعني حاب التيكيت لسراييفو صح، قلت لك قال لي نديكم حتى سراييفو ب 25 مارك، اللي هي 14 اورو، وكاينه تراع الستة يديك بخمسة مارك اللي هي زوج ونص اورو حتى رحنا في النهار، رحنا نورمال بهذيك 25 مارك، يحطك حدا الكامب، تنزل تروح للكامب دير الصف تبسم، يعطوك الكارطة تاعك جرين كارت، تاكل بيها وترقد بيها تدوش بيها، يعطوك فاكو تبات فيه لا باس، البوسنا فور، والطبيب يقول لك ما عندك بروبلام روح لي ولي لي غدوه، باسكو حنا لحقنا شويه روطار 12 يغلق الطبيب، قلت له لي غدوه ينقي لك حاجه رجليك، المهم يتعامل معك فاهم، يعطيك الدواء تقول له عندي سطر هنا، يعطيك الدواء تاع السطر تاع هنا فهمت، يتهلا فيك الطبيب تاع البوسنا، ريحت فيها 12 يوم عجبتني بزاف ونولي ليها ان شاء الله. المهم ريحت فيها 12 يوم وقعدت في الكامب هذا كالي شهر، بعد تقبلك السماطه تولي حاب تدخل لايطاليا صاي،
قالت لك كرواتيا سلوفينيا ايطاليا، تي تروح تسي زهرك. قلت لها الحداده، شوف تقطع من البانيا لوك، شوف تقطع من سراييفو، واحد الفيلا اسمه بانيا لوكا، من البانيا لوكا الاوتوكا، اوتوكا ينزلوك لابوليس يقول لك ولي سراييفو، ما يخليكش تزيد تقدم. لابوليس هذوك سرابه سربيين، يقول لك ولي انت من الاوتوكا تجيب الدار على لابوليس والدور، شوف تتخطى في يديك البوزيم كدوب 10 اورو لواحد ثم تكون ربعه، ولا يديك البوزيم. على كل حال احنا الرحله الاولى هبطنا ربعه، دوك نحكي لك على الرحله الدوزيام. الرحله الاولى هبطنا ربعه، رحنا شدينا البوزيم، بوزيم تقطع الفيليكا غلادوشا، فيليكا غلادوشا دخلنا ضربنا حداده على 6 تاع الصباح، مشينا شويه واحد فينا قطعنا على طور هكا جرينا جرينا طلعنا الجبل، واحد فينا قال لك رجله، هذه مازال ما بديناش نمشي، هو قال لك رجله، قال لك رجلي ضرتني، قال لك يا خاوتي انا رجلي ضرتني، والحل قال لك نولي. كيف تولي؟ قال لك هاي هنا الحداده نعاود نولي. ايه ولي هاي، قال لك رجعوني تومه. كيف انا ضربت الحداده وفتها ورحت فتها على الناطو، نعاود نرجعك الحداده، قال لك ما عنديش تليفون وما عنديش مابس، وكيف تدير تسمح فيه في الغابه تا في ميزان ما تقدر، راك فاهم. عاودنا رجعناه حطيناه وعاودنا ولينا نمشي، قال انا نمشو قلعت الحيله في الماكله، فاهم، وهذا يدير الحيله والاخر يدير الحيله، فاهم، نقسموا الماكله زعما، وكي نكونوا نمشوا في الليل واحد يدير ساكودو من قدام ويفتحوك، فاهم، يفتح من قدام الساكودو يتشوك يدور ويضرب في الزبيب وياكل، كي تلحق للساكودو زعما نقسموا الماكله نبدا نلقاها بدات تنقص. الاخر داير صباعه في الشيكولا باينه، يضرب صباعه هكا ياكل الشيكولا، انت كي تعبط تلقى صباعك داخل الشيكولا باينه، وتبقى تقول له لا كليت وكذا وكل وهذا يكروشي في هذا. المهم رايحين رحله فيها غير الهضره والدبزه، فهمت، الهضره والدبزه الهضره والدبزه. بقات لنا 10 كيلو، بقات لنا 10 كيلو نقطعوا ونمشوا، بقات لنا 10 كيلو ونلحقوا ندخلوا لسلوفينيا. ادي فوتيو ديجا كرواتيا، سمعت شو كرواتيا؟ مازال انا في كرواتيا، مازال ما دخلنا سلوفينيا، مازال دوزيام هذيك اخي طيحونا بكا في الرحله الاولى، طحت انا هذه في الرحله الاولى حكموا طيحوك، طيحوني وعاودوا رجعوني البوسنا. اصبر دوك راني جاي، كمل كمل كمل. بدينا هذا يدابز مع هذا يقول له انت كيف الماكله خلاصت وماكله ما عندناش الماكله، واحد يقول له راشي من الفيلاج باش نروحوا، واحد يقول له فهمت. طيحونا جاو حكمونا، داروا علينا سيركلاونا حكمونا، عاودوا رجعونا الحداده، يعاودوا يطيحوك يديوك يعاودوا يرجعوك الحداده، عاودوا رجعونا نفس النقطه فيليكا غلادوشا. هبطنا في الليل فيليكا غلادوشا، قعدنا ثم البرد ما كان حتى واحد ثم، شغل دعوه فارغه، رجعونا في الليل. قال لهم اسمح سمع سمع اسمح لي ترى حكموك بسبب ترى مش خاطين في بعضكم على الماكله وعلى واحد. احنا نهضروا، الاخر يقولوا الماكله خلاصت، والاخر يقولوا كيفاش تدير، والاخر حتى نلقاو لابوليس عند راسنا واقفين، اروح نديك تاكل تقول الضرب. المهم خلاص طيحونا، عاودوا رجعونا، عاودنا ولينا، قال لك الاخرين يروحوا يطلعوا سرايفو، انا قلت لهم الرياح انا في الحداده، فهمت، وصاحبي هذا سطايفي كان يعرف واحد الطفله من فرنسا فرنساويه كان يعرفها مقبل، فهمت، وكان كونتاكت معها اون بليس كان رايح لعندها، وهو ديجا ذكرها عندها وصل له كاع وراح لعندها. قال لي نعرف واحده من فرنسا، وقال لي موافن قال لي شكون يحل عندها، وعندي بزاف انا نعرفها. قلت له انايا، قلت له سقسيها بالك دير فينا بليزير، تجي لهنا البوسنا وتدينا نورمال. قال لي كاين كيفها، قلت له كاين كيفها، قلت له تديك تدخل كرواتيا، ويا كيما فهمتوا في الحكايه كلش وشنو، عيط لها وهدر معاها ويهضر فرنسي وكذا، فاهمه، قال لي ديك بونا ضربونا بدا يشكي لها وكذا. جات لعنده، شوف جات لعندنا الحداده، باسكو على قريبه فيليكا غلادوشا قريبه لاوروبا، فهمت، بالطونوبيل تجي نورمال، بالطونوبيل تحب الطياره تحب فليكس بيكس قريبه عادي ليه. واحد اليومين هكاك جات لعندو، احنا كنا مطلقين خربان نباتو فيها، جات هي ديجا كانت شغل استفسرت كيفاش باش فاهم باش تمشي الطريق منها باش دير منها، كانت شغل استفسرت بزاف صوالح باش جات لعندو. ريسك كبير كي جاتك، هو فيها ريسك، جات لعندو باش تشوفو قبل شي باش زعما تديه، ولا جات لعندو باش تشوفو، ومن بعد كانت شغل شافتو هكا كيف كان مضروب، خاش ضربونا كي عاودو رجعونا، شافتو كيف كان مرمد ميزر كدا منه. قالت له انا نروح ندخل لا فرونتير تاع كرواتيا على لاباف، وانت تدخل على الحداده ونتلاقاو في البيستا.
عطاها لوكاليزاسيون هو وين البيست النقطة اللي نتلاقاو فيها، عطاها لوكاليزاسيون في المابس. هو راح انت دخلت التاكسي على فيه، وانا انت التاكسي راني فيه. وانا لسخت، انا عطيته الفكرة ولسخت باين. انا شو خممت فيها، قلت عليها اذا من عنده واحدة فرنسية تقدر شحال من واحد يقدر يجي يدي خوه، شحال فهمت تسمى كاينة هذه العفسة، شحال من واحد كاين واحد شل في حراق يخرج الناس تعطيه 500 اورو يجي يديك من الحداده بالطوموبيل حتى ديرك وين تحب، النمسا سلوفينيا فهمت، هذه كاينه فهمت. المهم طب هي انا ضربت من لابوف، حنا ضربنا من الواد، قطعنا واحد الواد ودوزنا. طب حنا النقطه هذيك، النقطه هذيك قعدنا نستناو فيها، جات بالطوموبيل ركبنا معاها، دي مارات بينا في الليل مع جوية 3 تاع الليل، ومش بعيده الحداده تاع سلوفينيا مع كرواتيا مع الحداده تاع البوسنه، راهي كاينه 160 كيلو فهمت، واقرب نقطه كاين 44 كيلو فهمت، 44 كيلو هي اللي داتنا عليها، 44 كيلو تشد لك هذيك زوج سوايع ماكسيموم، راك في سلوفينيا راك في الحداده، ولا لحقت سلوفينيا وضربت الشباك تاع سلوفينيا فت تعاود نفس الحكايه، تعطيك لوكاليزاسيون تاع كاش بيستا وتجي لك البيستا تاع سلوفينيا راك فاهم. هكا دارت معنا هي، احنا مشيتنا كرواتيا ما تلقينا في حتى باراج، مشيتنا غير بيستا تاع تراب مش تاع كودرا، قربتنا الحداده بقى لنا 2 كيلو مشينا، هي عاودت راحت خرجت عاود راحت اللابا في القريبة كاع، اللابا تاع سلوفينيا القريبة كاع، دخلت منها دخل الكروات دخلت منها سلوفينيا، سلوفينيا عطيناها واحد الفيلاج تلاقاو فيه، واحد الفيلاج قريب للحدادة، وسلوفينيا هانية الدعوة ثمة مليحة، هي جات الفيلاج تقبلنا، احنا وصلنا غدوة من ذاك الفيلاج هذاك، هي فما باتت فما في طونوبيل تاعها، وصلنا غدوة من ذاك الفيلاج هذاك كونتاكتيناها، عدنا رحنا تلاقينا بها، ركبنا من ثمة طلعنا الحدادة غوريتسا، طلعتنا حتى الغوريتسا، غوريتسا حطتنا دخلنا نمشو باسكو علاه ما كانش شباك ما كان والو، كاين بار بار نصو سلوفيني نصو ايطالي، حنا كي كنا في الجهة السلوفينية هي حطتنا، بقات لنا واحد 4 كيلو هكا كون ندخلو سلوفينيا نمشو ما كان حتى مشكل، تسمى ما هي باش تفيتي مشاكل وحنا باش نفيتيو مشاكل، هي دخلت الطاليان قالت بواحد 200 متر هكا عند البار تاع الطاليان فهمت، وحنا دخلنا نمشو هاكا باينه الطوموبيل تاع شغل كي تشوفها تبدا تعرفها، مشينا لحقنا النقطه هذيك دايرينها في المابس، لحقنا النقطه هذيك دخلنا غير لحقنا عند البار هذاك اللي عطاتنا فيه لوكاليزاسيون، هي كانت داخل شرات قهوه مانيش عارف واش شرات، عاود ركبتنا في الطوموبيل طلعت انا حطتني في الطاليان في بولونيا، وصاحبي هذاك راه مع فرنسا داتو كملت بيه راه مع الفرنسا مانيش عارف كيفاش دخل معاهم ليسونسيال معاها، هذه هي حكايتي كيفاش دخلت الطاليان انا وش بالطوموبيل بالسياره وبالشيبس وكذا من، هذه هي حكايتي تاع الطاليان بقى داري داخل بالموسيقى بعد ميزيرية هذيك، بعد ميزيرية هذيك كامل اللي عقبتيها والحبس حرقت اللي حركتي فيه، دخلتي في طوموبيل في الاخر. ما كذبش عليك انا في البوسنه كي ضربت كروات وشت شحال صعيبه ما كنتش متوقع باللي احنا ندخل اوروبا، فقالت لي ياس قلت ساي ما فيهاش باسكو فيها الكاميرات فيها الكوبتير العسه، وما يحبوش الجنجل لو كان تروح تمونطا في المورك ولا ما يضربوكش يطيحوك لابوليس، بصح لا يطيحوك لي فرونتكس خويا يقتلوك بالضرب، ما يحبوش الجنجل يكرهوا الجنجل باسكو دلو خدمه فاهم، دخلوا الغابه يجري موراك يحس دلو خدمه كبيره، ماشي كيما يصيدك بالسهل فاهم، كي يصيدك بالسهل وكاين عفايس بزاف زعما كما نقولوا احنا كاين طاكسيور كرواتي تفاهم معاه يعطيك النقطه تروح عليه يردك يحطك في الحداده كيما دارت هذه الفرنسي فاهم، برك فرنسي هذه شغل باطل تعرف بليزير. وكي وصلتي داك، نحاول نكمل في الاستوار بالاقل، كي وصلتي الطليان وما عندكش، انت ما عندكش كونتاكت مع حد في الطليان، ما عنديش كيف درتي نهار اللي خلاني تفرجتي مع فيهم ورحتي انت وحدك ولا دراهم لا والو، ما عندك زيرو دينار في جيبك؟ اخويا صعيب بطاليا كي تلحق ليها بلا دراهم، عندك شوف عندك زوج حلول، تبات برا ولا تبات برا خير. جبت برا، قال لك كان في ميلانو واحد لاكار، قال لك بارك مقابل ميلانو مقابل لاكار تاع ميلانو، قال لك معمر غير بالحراقه. كاين فما الخيمة معروفة يعيطولها الخيمة يباتوا فيها، أيو كاين فما الهلال الأحمر يجيبوا لك تاكل وتشرب، بصح ما هناش خويا غبينا فهمت، ما هناش وكيف مين درتي انت كي تفركتي معاهم في روح تدري واش درتي كي الطيقه هذيك أنا من بعد تفرقوا قلت واحد، وراهم؟ أنا من بعد واحد ثم واحد ورالي واحد المغاربة، عرفت واحد مغربي كنا نعرفه من قبل أنا، بعثني لواحد المغاربة أصحابه كليت معاهم، كنت معاهم دار فهمت، هذيك نهار الاولى بنتي بصح فيهم برا ولا يا زياش كرسي مغربي هذاك؟ وبت برا بت بزاف قاع، شبعتي من برا. بت غاية برا قاع،
كيف انا يا كنت اخوي اللي حصل؟ ادي نورم. اسمع، انا كنت مبيت برا مقبل، كنت مبيت في غابات في كرواتيا الرحله الاولى، بيت في الغابه تاع اليونان 16 يوم، فهمت؟ بصح واحد يجي بوطي من البلاد ويبات برا النهار الاول تاعو 99% دي مون دي ديبور خويا، مين جملهاش؟ واعره 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 بزاف. بات برا وتشوف ناس لابسه حاطه بالطوموبيلات يدخل لديورهم ياكلوا مليح، حتى بيت برا في الحشيش، فهمت؟ يعني هنا الكلب ما يباتش برا، ما كاش كلب يبات برا، كلب ديري له عشاء تولي تحس روحك تحت الكلب خويا. صعيب والله صعيبة. سمك قد ضربتي نهار انت برا اليوم الاولى؟ قد ضربتي؟ ضربت على 10 ايام، 10 ايام ماشي سهلة، كي نقولها لك 10 ايام، انا 10 ايام تحسب فيها بالساعة ديال حسابك. هو المشكلة كتبت برا، المشكلة كتبت برا في طليان، ما كانش جمعيات باش تروح تدوش، وقيلا ما كانش هذيك كيما في شاعر ما لابلجيك تدوش ما وفرنسا. تدوش او ما تدوش سمحت ما تسمع تدوش. قاعد يعني حتى تعرف المغربية داك. حتى المغربي كنت عارفه من قبل، كونتاكتيتو باش ريبوند عليا باش شاف لي سكنه، فهمت؟ دي باناني، ومن بعد الحمد لله وكيف بالعقل كي دخلت بالعقل. بالجرام ما بعثوكش الدار هذيك اللي تبعثوك الدار بها خريتي مع جماعة سما؟ وهاو كان اللي بعث لي لا والو، جيت احنا كريم مع المغاربه، هذاك المغربي اللي كنا عارفه رمى عليا 250 اورو وعالي من عنده. سما دي بانيتي راك مع الاول. دونك كنت خرجت من داركم، دونك فاهمك، انا خرجت من الدار انا باش نرفد الدار، ماشي الدار يبعثوا لي. دونك انا ما نكذبش على خويا، نحشم نقول دارنا بعثوا لي دراهم، ما نقدرش نقولها لهم، ما عنديش كوراج. المهم انا اللي نبعث لهم، فهمت؟ معليش انا صح نبات صح برا وانا نتمرمد وانا كذا، بصح ما نقولهمش بعثوا لي دراهم، معليش شغل عادي، خاش على دوك انا كبار، دوك انت واحد كبير وداركم كبروك وكلوك شربوك داروا فيك خير كبير، فهمت؟ ودوما راهم في البلاد في غبينه، وانت راك هنا يزي تغبنهم ما تجيش. ريبات برا واحمد ربي وصاي. وكاين بزاف في شغل يقول لك على ماكش خدام، زعما يقول لك اسمع روح تخدم على روحك ولا على ماكش خدام. يا خويا انا نقول لك اروح لطاليا واخدم، هذه هي اللي نقولها لك، انا اروح لاوروبا اخدم، يقول لك على ماكش بدك خدام نحكي، وداخل هكذا داخل هكذا، اروح بدك نحكي. اخدم. انت قد عندك من، انت قد عندك من دخلتي للطليان؟ قد عندك من دخلتي للطليان؟ عندي شهرين، عندك شهر، عندك سما نحكي لكم في عندك شهر من دخلتي. في عندي الشهرين شهرين هذه، في الشهرين هذه انت كيما نقولوا وش شفتي انت في الطليان؟ كيما نقولوا وش شفتي في الكرة، وش شفتي في المعيشة فيها؟ كيف الناس، كيف الناس تماك عايشة؟ وش يخدموا وش ما يخدموش الناس اللي يدخلوا ديما جدد؟ شو خدمة كاينة في الفلاحة في نابولي وكاينة في فيرونا، يسلكوا ب50 أورو للنهار، وكاينات كاين خلف كاين خدمة مخلاف لازم تكون شوية عندك معرفة، وكاين اللي يكون عنده الحرفة كيما بار اكزومبل حفاف ولا يخدم بلومبي ولا هذاك يخدم نورمال، فهمت؟ أنا معك معك. كيما اللي حالتي انا ما عندي حرفه ما والو، شويه صعيبه فهمت، لازم لك شويه معرفه. راهي الطاليان راهي كيما تزاير فيها المعرفه اخويا، راهي كيما اللاتين وتزاير وفيها قوالب، الطاليان فيها قوالب. ومن ناحيه الشعب تاعها، الشعب تاعها ماشي عنصري، لا باس عندها الشعب تاعها ماشي عنصري، وصعيبه صعيبه شويه مش سهله، صعيبه الطاليان هاي صعيبه شويه في المعيشه صعيبه. وتعالى قررتي تقعد في الطريق، على ما خيرش فرنسا تطلع لفرنسا ولا تطلع لبلاد خيار؟ انا خيرت نقعد في الطاليان، شغل كي دخلت انا من الاول داير بيت تاعي باش نجي نعيش في الطاليان، وكي دخلت مانيش حاب نبدا نشونجي من بلاد لبلاد، فهمت؟ شويه صعيبه تبدا تشونجي، تروح فرنسا من بعد تروح المانيا من بعد تسيب روحك عام عامين ما درتش، شغل ضيعت انا هنا راني حاب، راني جيت لهنا راني حاب نستابيليزي هنا، راني نقرا في لالونغ، راني حاب فهمت نطور روحي هنا في الطاليان، ولا ما جابش الله منا على عام ولا هذيك الباينه الواحد يفحت لها ما يريحش. انا ندير وانت اللي عليا، باسكو بالنسبة على لك بالي بلي مين؟ اوروبا قاعد تمرمد، تروح فرنسا تمرمد، تروح هولندا تمرمد، وين تروح تمرمد تما تمرمد في الطاليان وترفد روحك في كان الطاليان. سؤال منو، سؤال منو شخصي عليا انت، هل داكور مع فكرة تاع طليان بلاد الشر، ولا مش فكرة، ولا ماكش داكور معاها؟ ماشي داكور معاه. بالنسبة لك تبني ما كانش خطيبها كان بزاف. انا طلعت درت درت لايفات مع عبد الحق، وتحياتي لعبد الحق. عاش تحياتي في لعبد الطليان الحق. 25 سنة، 25 سنة عاش في الطليان. قال لك مني بلاد الشر، عبد الحق قال لي بلاد الشر 25 سنة، كان عنده جواز سفر طلياني وكلش.
وعاود الحكايه ديالو. ودوك انت كيما نقولوا كل واحد فيها رايه، وانت بالنسبه ليك باك دخلتي عجبتك. من ناحية واش بلاد الشر زعما؟ ما حسب ما اللي حكيت معاه من قبل واللي عاش في طاليان كما قلت لك عبد الحق هذاك، يقول لك بلي شغل كيما نقولوا كيما يشفع عليه هضر ليه على الطلياني، قال لك الطلياني يقدر يتخامس معاك ويضحك معاك ويصاحبك كل شوية يطعنك، وبعد اللي يطعنك ويديرها بيك. هيحكي لك ما على عندي الطلياني كيما ما نقولوا. عنديش خبرة، هو عنده خبرة عليا اخويا، عنده 25 سنة في طاليا، انا عندي شهرين، ما عنديش خبرة كيما هو، مازال ما نقدرش نعطيك معلومة كيما هكا. ما دام هو قال لك يا اخويا عنده الحق، عنده 25 سنة، ما تقدرش تكون تعرف خير منه. هو انا هو واش حكى لي على الطليان. انا حبيت نعرف دوك انت كوم تسول دخلتي جديد لقيتي مغاربه، اسمع الحمد لله يا ربي كيما نقول لقيتي الحمد لله مغاربه الحمد لله. انا هنا واحد المغربي تلاقيت به زايد هنا، عنده 30 سنة هنا في الطليان، تلاقيت به هنايا وحكيت معاه مليح. قلت له شوف، قلت له انا نحب الطليان بزاف، وانا كنت داير بيت نجي ليها ونعيش فيها، وقلت له واش تنصحني؟ قلت له يعني ولا ما، قلت له نريح فيها، فيها كما فيها كما يقولوا هنا، فيها ما يدار، نريح فيها ولا نفع حتى لها نروح لاوروبا. قال لي شوف، قال لي نهار هولندا، وزايد هنا داير محوس، قال لي ما كاش كيما الطليان في اوروبا كومبلي. قلت له في واش؟ قال لي في الخدمه، في المعيشه، في الدراهم، في كلش. قلت له كيفاش باش نعرف؟ قلت له كيفاش باش نعرف بلي صح ما كاش خير؟ قال لي ريح، استابيليزي روحك هنا، دبر خدمه، فهمت، دبر لي بابي سي كيفاش نافيغيهم، ومن بعد نتلاقاوني. دايما نتلاقى انا في الليله، وانا ديجا درتو صاحبي، قال لي كي نتلاقاو مور ما تدبر هذا الصوالح ريبوندي عليا. وعلى كل حال بخير، عنده طوموبيل، عنده كل شيء، عنده الكول زايد هنا، عنده لي بابي ديجا، ما يعرفش يهضر عربيه مليح، مغربي هو. قال لي انا راني داير هولندا فرنسا، قال لي ما بصح واحد كيكون داير كيما نقولوا ما تقدرش تحكي تدي عليها، فاهم؟ ما راحش عاش في فرنسا، ما راحش عاش في هولندا، ما راحش عاش في المانيا، فهمت، عاش غير في الطاليان. تسمى ما عندوش ايدي، بالك انت هذا اللي قلت لي عليه، قال لك الطاليان فيها الشر، بالك عنده ايدي، بالك عاش في الطاليان وعاش في بلاد واحده اخرى وشاف باللي الطاليان في بلاد الشر. قلت لك باللي هذا تقدر تدي من عنده معلومه، باسكو عاش في الالمان وعاش في الطاليان، وعادي جا عاش 10 سنين و25 سنه، تسمى عنده معلومات. هو الاكسبيريونس تاعو وحدها، والاكسبيريونس تاعو وحدها وهضرنا فيها. انا حبيت نعرف فين رايك انت كم شهرين دخلتي، وكيما نقولوا اسكو سؤال كيما نقولوا هاك انت شخصيا هاك في الشهرين هذه قررتي باش تكمل هنا باش تكمل في الطليان، كيف يعني كيما نقولوا انا شوف، الورقه سمعتك. بالنسبه لي انا احسن بلد في اوروبا، شوف، تقرا باطل اللغه، دير ستاج باطل، تعلم، كاين باليسترا، صالات دي سبور باطل، للمهاجرين هذو ثلاثه صوالح، ما عندهمش العنصريه مع الدوله تاعهم، باسكو تعاملت مع لابوليس تاعهم وتعاملت مع الدوله تاعهم، فهمت، يقول لك كالما، ريح هنا ترونكيلو، ما تقباحش، ويسمى ما تخلطش كذا وما تخلطش كذا، وماكش لي ديرونجيك. الشعب تاعهم ماني معاشر الشعب تاعهم شويه، ما عندي شهرين، ما عنديش خبره، لا باس، ما شعب فور كاع نورمال، تعرضك للدار، تعشى، تروح القهوه، تلعبوا فوبالون كيف كيف، فهمت عليا. من ناحيه الخدمه، تخدم خويا، تخدم، تريح هنا شهر، تتمرمد ياما تلوالا شهر، شهر ونص الماكسيموم، شهرين تكون تعرف كيفاش تدور زربوطك، تخدم. انا عندي صاحبي هنا يخدم بوشي، ماشي مبلا لي بابي، يخدم بوشي، وعندي بزاف صحابي يخدموا هنايا، ماشي غير فلاحه، ولا يخدموا في حوانت كاع، تقبض لا لونغ، تخدم عادي، تخدم في لي ريستورون، تخدم عادي نورمال. والتعامل تاع الشعب تاعنا جاني تعامل مليح بزاف. والوراق كيما نقولوا هاك، كيما نقولوا الناس اللي تعرفهم هاك اللي خاطر ما سمعتش بني، كان كيما نقولوا كان الناس يديروا الوراق احسن بلد في مدرحين اوروبا، يخدموا بيه. يديرها، لازم يكون عندك باسبور، دير سيجورنو تاعهم، شري لا كارت سيجورنو، دير 250 اورو 200 اورو، ايوا، وتفتح بيها لي كونت وتخدم، تخدم على روحك، تروح تخدم، تدفع كيما نقولوا احنا، تدفع، تروح للبيرو ماندا كيما نقولوا احنا باللغه تاعنا في الجزائر، يعيطوا لك تخدم عادي، ما كاش مشكل كاع، تخدم مالغري ما سيجورنو يتحلبوش درها، نو ما يتحلبولكش، نورمال عادي، تخدم، تحل بيها كونت بونكار، تحل دير بيها بزاف صوالح، سيجورنو هنا في ايطاليا دير بيها بزاف صوالح، تروح بيها من تحب، تروح بيها سويسرا، تروح بيها الدور بيها، تروح بيها سلوفينيا، ماكش لي. عليكم السلام خويا. وفي حال ما تحسي بيها كيما نقولوا في طيحوك بيها بارز بني فرنسا، نقولوا قال دور فرنسا حكم بالكارطة هذه تاع الطليان مدرحة. وزعما في فرنسا بعد راهم يدرحوا لي بابي ويخدموا بهم عادي.
هما يدرحوا، كان يدرحوا بس فرق بيني يدرحوا وفرق بيني حقك تخدم كارطة مدرحة، فاهمة؟ يحكموك تخدم كارطة مدرحة اخويا، يكسروها لك ويدوك يبسموك، فاهم؟ يتخلص غرامة مالية وتروح في حالك. هنا في طاليان سوي شي ما هنا في طاليان نورمال، ما يهدروش عليها، نورمال عادي. وديجا هنا في طاليان سؤال بلم. ما تسحقش تديرها باش تخدم، ما تسحق تديرها بالك باش تفتح كونت بونكير، تسحق تديرها فيه بصح باش تخدم، ما تسحقش تديرها باسكو كاينه الخدمه. بالمعرفه وبالصنعه. ومن الأحسن كما قلنا، أنت كما قلنا قال لك احسن أنا بلاد في خيرت. اوروبا لندن. لندن ماشي تابعه لاوروبا باش تعرف خويا. الانجليز خرجت من الاتحاد الاوروبي وعمرها ما كانت في الاتحاد الاوروبي، باسكو العمله تاعها ماشي اليورو، العمله تاعها الجنيه استرليني. عمرها ملي خلقت الانجليز ما دخلتش في الاتحاد الاوروبي، وكانت شغل عندها علاقه مع الاتحاد الاوروبي ونحت العلاقه تاعها، شغل خلاص صاي وما كمشي اتحاد اوروبي الانجليزي، يعني خطا. قلت لك ما نخرجوش من الموضوع، قلت لك ايطاليا بلا ما تحقق الورقه هذيك، تحقق معرفه كيما البلاد راني فاهم عليك، فاهم من عليك. ناحيه من ناحيه الزواج. زعما كمل. نقول تعرفت على واحده حبيت تزوج بيها، ديمونديو لك باسبور وديمونديو لك شهاده عزوبيه راه تجيبها هنا من القنصليه تاعنا من روما ولا ميلانو، وتكاشيها في الوزاره الخارجيه وتروح في البلديه دير رونديفو، تعقد خويا فهمت، من بعد تعقد يعطوكم كارنيت فامي، فهمت، كارنيت فامي، ومن بعد يبداو يعسوا فيكم، عم تشوف مني ذاك فاهم، يديروكم سي في، يسقسوا جيرانكم اسكو الزواج صح ولا نوار ولا بلون، يجيو لك سي 12 تاع اللي دقدق لك تفتح له، فاهم، يفيق لك بلي صح راك مزوج ولا راك مزوج بالنوار. انا بالنوار مستحيل، يفيقوا لك يتبعوك مليح، من بعد عاد باش تدفع على لي بابي، ديموندي لي بابي، يعطوك سي جورنو بعد شهرين ولا شهر ونص، ابري 3 سنين يعطوك الدائمه، ابري 5 سنين يعطوك الباسبور. وما يهمش امين، لو كنت دخلتي حراق ولا عندك فيزا ولا ما عندكش باسبورك. ما يهمش هنا في الطاليان، في فرنسا، يعقدوا لك شويه عليها، يقول لك ما عندكش الكاشي تاع الدخول وكاع، نورمال تقدر تتزوج، ولكن يكسروا لك راسك شويه، هي فيها قوالب. هنا في الطاليان ما يحوسش، يحوسوا على الباسبور تاعك فاليدي برك، الا كان ميت باسبور تاعك تهبط للبلاد، فهمت، يعقدوا لك هنا، ماشي ما يعقدوا لك، يعقدوا لك ويعطوك الدفتر العائلي هذاك، ومرتك تعطيك السيجورنو تاعها باش الاوريجينال، باش كي تهبط للبلاد ديمون دي فيزا دانستالاسيون هنا، تعاود الباسبور تاعك وديمون دي فيزا دانستالاسيون، وتدفع الدوسي تاع بلي انت مزوج، يعاودوا يعطوك الفيزا دانستالاسيون، تعاود تطلع بالباسبور هنا اوريجينال، هيا به يخدموا لك السيجورنو. ما ميت ما ميت تعقد بيه، اسمها تقدر دير العقد بيه، تعقد به بصح ما يخدمه، حتى تهبط تعاود تخدمه باش يخدموا لك سيجورنو. فهمت عليك. لازم تجي من واحد حي باسبور حي بيديروا اي المقامات. اي انا ما هنا ما يعقدولكش على لي بابي، ساهل. شوف انا بالنسبه لي الطاليان ساهله بزاف في لي بابي من ناحيه الزواج. فهمت عليك، فهمت. تسمى خير كيما نقول حاجة بوزيتيف هذه في طليان. هذه حاجه بوزيتيف، و كل واحد كيفاش تبان له، بالك صح، بالك بك هو عنده 20 سنه، انا مازال ما عنديش اكسبيريونس كيما هو، بالك مع الوقت بالي بلي صاحب بلاد الشر، وشغل صح صح تكون خارج من افريقيا من الجزائر ويحطوك في ايطاليا، فهمت، ما تبان لكش بلاد الشر العام الاول كاع، اسمح لي. شغل تبان لك بلاد مليحه، بس كنتك خارج من الجزائر خويا، البطاطا راه دير 12000 خويا جلال، كان من هراء سيبري. صح، كل واحد مع كل واحد الوقت عارف تبان لك، يتاليجي مع مع الوقت بالك الوقت تبان لك، يجرب كي تجرب كيما تبان في لك. سي 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 تعيش اي عام على مين بلاد، تشوف فرنسا، تشوف الانجليزي سي ولا تشوف الالمان، تعرف الطليان باك تعرف في فرنسا بالراحة. تعرف اللي كنت عايش في بلاد ما خطأ، سي سي مع الوقت تعرف صح. ودرك نحبك تحكي لما تعطينا ريزيمي كما نقولوا ملخص الحركة تاعك، واش ننصح خاوتنا اللي يخمم في الطريق هذه تترك، واش ننصح خاوتنا برك هذه هضره شوف كيما نقولوا هذا محاضره خفيفه ظريفه برك، ونخشوا بها الموضوع تاع الطليان هذه والحكايه الحرقه هذه. شوف خاوتي انا ننصحكم بجوج حاجات، اي لا تقدرت عليك وطلعت حركت مترك، هذه لا تقدرت نقول وطلعت فت انجاجيت فيها. شوف شوفوا جروب ولاد فاميليا، ما تفوتش ربعه وما تخلص عمرك ما تخلص حرة، هذو الزوج ديرهم في راسك، ولا مزت في البلاد خويا وما طلعتش وما تقدرتش عليك، زعما مزت في البلاد. شوف
وعندك خدمه في البلاد وعندك اسيرونس ولا عندك خدمه غير شابه في البلاد، تدي غير 8 ملايين خويا ريح في البلاد خير. باسكو تركيا كي تلحق ليها ماهيش سهله باش تخرج منها اليونان، ومليونان ماهيش سهله باش تروح حتى توصل حتى لاوروبا، زعما كما نقولوا احنا تلحق البوسنه ماهيش سهله باش تعدي كرواتيا، راه كرواتيا ما تحلبكش، كرواتيا راهي صعيبه. زيد باش تخمم تقول نطلع للترك وبالك نعيش فيها ولا نريح ايامات فيها. الترك خويا انت كي تكون تصلي تحبس صلاتك خويا، توضى بالدراهم هذه واحده، تخدم 12 ديك ساعه انا اسمع 50 ليره. ترك اسمح لي ترك بين نكون واضحين برك هذاك اني قاعد نخمم نسجل نديروا لها لايف سبيسيال لترك خلاص نبقى نديروا لها واش لايف رايك؟ سبيسيال، نبقى نديروا لها لايف سبيسيال باش الناس تعرف تركيا كيفاش الوجه الحقيقي تاع تركيا كيفاش داير، ماشي تاع الافلام، شوفوا الوجه الحقيقي تاع تركيا باش تكونوا واضحين. نديروا عليها لايف وحده تركيا، تركيا خمس شهور من الاخر انا اقول لكم من الاخر باش تفرجوا تركيا الدمار شامل خمسة راجعينها بقصد بربي إن شاء الله تعرف حالك الترك كاملة ترك تعرف حالك أردو راجعها معنا بربي أردوغان وما يأمنش والله ما يأمن. الجزائري يعيش في بلاد صديق قطع فيها ايه ما شو خلينا منها، نبقى نديروا ليها موضوع خاص. المهم الهجرة من تركيا حتى لأوروبا ماهيش سهلة، وغير شوية مع مخك باش ماهيش سهلة، باسكو راح تضرب 7 بلدان خويا، راح تحرك في 7 بلدان، ماشي بلاد، ماشي زوج، ماشي ثلاثة، ماشي أربعة. إلا جاتك سهلة من ناحية الصو، إلا جاتك سهلة من ناحية لابوليس، ما تجيكش سهلة من ناحية الكيلومتراج خويا، راح تضرب 3000 كيلومتر تمشي على الأقدام خويا. فيها بزاف معاناة، فيها الماكلة، فيها بزاف، فيها المشاكل، تقدر دابز مع اصحابك، تقدر يطفى لك تليفون وما تلف لك الطريق، تقدر تكون في يامات البرد راك فاهم يحكمك البرد في الطريق، تقدر حتى تموت، كاين ناس بزاف ماتوا في الويدان تاع كرواتيا اللي ما بين كرواتيا وسلوفينيا، فيها بزاف معاناة. وكي توصل لاوروبا تولي تحس بلي اوروبا ما تستاهلش هذيك المعاناة كاع اللي درتها على جالها، ضارب 7 بلدان وما تجي زيت تبات برا في الطاليان، تسمى ما تستاهلش. تسمى كاين بزاف طرق باش تطلع لاوروبا، وانت خمم خويا كاين بزاف طرق تقدر توصل بهم لاوروبا بلا طريقه هذه، وغير مع مخك ربي سهل وخمم. ربي سهل كيما ربي سهل ان شاء الله على خاوتنا اللي في الطريق واللي اللهم امين اللي حاكمين الطريق ربي معاهم ربي اللهم معك خويا امين العزيز ملاقاتنا غدوة ان شاء الله لكن كتب ربي نحكيو على تركيا ان شاء الله نحكيو على ماشي تركيا مشكل. والناس اللي تخمم تعيش في تركيا خدمة كاين بزاف ناس يقول لك نقعد في تركيا ونعيش غدوة ان شاء الله نختموها على تركيا هذه كيف حكاية تركيا اوكي غدوة تعيشوا في تركيا إن شاء الله. ربي يحفظك خويا أمين وبارك الله فيك سلام زي يا خوتي. وغدوة إن شاء الله نتلاقاو في حلقة جديدة أوكي ربي إن شاء يحفظك الله. خويا عزيز إن شاء الله إن شاء الله. آيات الله الله خيرها. ربي خوتي يحفظك السلام خويا عزيز عليكم. نتلاقاو في حلقة جديدة إن شاء الله غدوة. السلام عليكم السلام عليكم.